الو، هي الدكتور حسيني؟ وي تقدر تجي عندنا الحين انبيعات؟ عندنا واحد الحالة طارئة. واخا سيدي. واخا صافي يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. كي داير لاباس عليكم؟ بخير هانيا شويه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايوا كي داير شويه بخير؟ الحمد لله انت مزيان. الحمد لله. فين هي الحاله اللي عندكم؟ على هادي. سمحتوا فيها بزاف، ما عندهاش مالها هادي ولا؟ ما عندهاش مالها، احنا اللي كنا بها، ولا ما كناش حنايا ما يديها فيها حتى واحد. يعني غير انتم كتوعوا تعالجوها؟ واه دكتور، غير حنا اللي كنعالجوها. سمحتوا فيها بزاف درك هادي. واه دكتور، الا ما كانش حنا تقعد هكا. سمحتوا فيها بزاف درك هادي، واش خصني ديروا لي شي تحاليل ديرهم لي، ومن بعد غادي ديرهم، غادي نعطيكم شي تريتمون ديروها لها، وملي تجيبوا لي ديك التحاليل غادي نشوفوها باش ضروري خاصها العمليه 200% خاصها العمليه. ش غادي نشوفها، غادي ندير لها الفيزيتا. واه الله، وغادي يكون شي نتيجه دكتور ان شاء الله. ان شاء الله يكون الخير. راه ذلك دكتور. با 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 مجخمره راه سمحوا فيها بزاف هاد الشيء، هذا ماشي معقول كاع. كامل هاد البلاصه دكتور اللي راك تشوف فيها، والله عينا صابرين دكتور، والله تقهرنا. والله انا غادي نمركي لكم شي دواء ديروه لها، داك الدواء غير باش تكالمي، من بعد كي تجيبوا التحاليل غادي نديوها العمليات، غادي نكتب لكم شي دواء تجيبوه لها كي ويكون الخير ان شاء الله. ما تكثرناش الدواء بزاف دكتور. شي حاجه بسيطه. واه شي حاجه بسيطه. شوف غير باش تكالما غادي نعطيكم برويت ديال الرمله، برويت ديال الحجره التافزه. واخا وجيبوا برويت ديال الرمله تاع الحصحاص وشكرا سيما باش ما نكثرش عليكم. واخا دكتور شكرا. ان شاء الله هذا هو الدواء اللي غادي يلزمها، شري لها الدواء ان شاء الله دكتور، وديروا لي دوك التحاليل اللي قلت لكم باش ندخلوها للعمليات ان شاء الله. Don't stop.